مساء الخير لكم مشاهدينا، مثل ما انكم شايفين احنا موجودين اليوم بالدائره الرسميه، وواضح انه صاير شغله كثير مهمه لانه الموظفين معتصمين ومقضربين. خلينا نحن وياكم نشوف شو هو هالسبب، سبب هالاضراب مثل ما بيقولوا. مرحبا عم، رح نكون معك لانه حضرتك رئيس الدائره. اي نعم، انا رئيس الدائره وشكرا لانه جيتوا. يعني عن جد نحن هلا يا دموزيل عاملين نوع من الخصيان المدني، عم نعمل خصيان مدني لانه عندنا مطالب بدنا نحققها. لحظه مسيو، يمكن حضرتك مغلبط، قصدك عصيان مدني؟ لا لا، خصيان بيقولوا لا، خصيان شو عم نعمل؟ خصيان مدني. عصيان عصيان مدني. نعم تفضل. ليش الربيع العربي هيدي ظاهره عم تنتشر وين ما كان؟ نحن كمان عنا مطالب بس مناش عنفيين. نحن بالدائره مطالبنا بسيطه كثير، بدنا نامن حقوقنا. نحن هلا كشباب هيدا الجيل اللي شو بعد عنا 20 30 سنه متواخذينش بهيدي الدائره، بعدين بفللونا على البيوت؟ لا مش لازم. كل واحد منا عنده مطالب، احكي مع الشباب. طيب حضرتك حضرتك فيك تقولي لنا شو المطالب تبعولك؟ مطالبك طاب شوي شوي عليا يا دم. شو مطالبك؟ بنت مين البركه؟ هلا مش مهم هيدا الموضوع، عم نسالك شو مطالبك حضرتك. ركزي ركزي. شو مطالبك؟ انا بدي الضبان. ضبان؟ ضبان ضمان ضمان. خرفاني خرفاني. نعم تخبرها شو عندك مطالب يا خيي. حضرتك بس شو عندك مطالب؟ بدي بول. يا الله. يا استاذ هلا مش موضوعنا هلا. شو عندك مطالب؟ مطالبك شو هن؟ احنا عم نشخشخ. لك يا نعم عم نشخشخ وما حدش عم يطلع فينا. احنا بدنا ضمان شخشوخة. قصدك ضمان شيخوخة؟ شخشوخة شيخشوخة شخشوخة شيخوخة. بدي بول. خلص هلا مش وقت. طيب يعني شو المطلوب؟ المطلوب انه يطلعوا فينا وابقش يهملونا، لانه نحن بنعرف كيف نتصرف، ننزل على الشارع كمان. نحن بننزل على الشارع، متفكرين شو قاعدين هون ومشلسين؟ بننزل على الشارع. وما حدش بيهدينا. شكرا لكم. فاذا مشاهدينا مثل ما شفتوا خصيان مدني ضيعتوني، عصيان مدني، وعم بيطالبوا بضمان الشخشوخه. الشيخوخه بتعرف تحكي المذيعه. شكرا لكم. بدي بول.